الو الو ايوه 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 يا روما. ايوه يا روما اديني ايطاليا. ايوه يا هابولي. هابولي ادوني نابولي. نابولي ادوني المصانع بتاعتي بتاعت المكرونه. ايوه ايوه فين مسوس باكيتا؟ مش موجود؟ معقوز؟ ايه الزين دي؟ راح بيز الزين وقع عندك. راح مش وز الزين وقعت. خد بالك زمانه جاز يا سيدي. الزين عايمه لما يجي يكلمني. يكلمني يكلمني. ايوه ايوه قول له انا عاوزه في موضوع. موضوع موضوع يا سيدي. موضوع مهز يا سعاده البيت. الزين ضربه ما اقدرش اهزك. يا سيدي بيزي وبيزو. الله عبقري يا بيز. طب شوفوا لي الانسه مقصوصه. مقصوصه مش موجوده. حاجة غريزة. الزين الزين اخصم منها ثلاث اياس. الزين لا 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 انا حرفزها. ترفزها ايه الزين ده؟ انت نجهز يا اخي. البي 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 واقف. سلز عليه. اهلا اهلا. سلز اهلا. تعالى تعالى فين؟ قرص قرص. ايوه ايوه يا خطوط يا جويه. هات بيه هات. ايوه يا خطوط يا جويه. هات معايا. هات التليفون. الخطوط الجويه. هات التليفون. ايوه يا خطوط يا جويه. هات التليفون. ايوه يا خطوط يا جويه. هات التليفون. عملتوا ايه في الطلبيه؟ هات الشلهوله. ايوه خرجتوا الملوخيه. صدرتوا التقليه. مربوطين في بعض يا بيه. ماشي ماشي ماشي. تعال نفك بعض. ماشي ماشي ماشي. يا سعد بيه. يا سعد بيه. ايوه يا متولي. متولي مين؟ اديني شفيع لو سمحت. الله شفيع ومتولي. مين اللي بيتكلم؟ حسن في النعيمه. ادينا ايوب وناسه وحياه والدك. ايوه شوف لي ايوب قول له مدام نعسه جنب مني عايز اتكلمه. يا شريف بيه. ايوه انا البرنس اللي بيكلمك. البيل. انا البرنس. مين اللي عمل ديفنس؟ لا البيل بيل. اسمه البرنس. قول له اللي انت عايزه. انا بعزمك على حفله عيد ميلاد لوسي. ايه ده؟ حفله عشاء. ايوه حفله عيد ميدان. اصحى انت بقى احول. ايوه عيد ميلاد. ما يهمنيش حفله عيد ميدان وفي عشاء. اصحى وحياه امك الاقرانيه. اصحى. في ايه؟ اصحى في عشاء هنطفح. حصل طفح في الخرلمبو. خرلمبو ايه؟ خرلمبو ايه يا ساتر. ايوه ساعة البيت. امتى الحفله دي بالظبط؟ يعني هنتعشى امتى ان شاء الله؟ زي ما تحبوا حضرتك. تعمل ساعتك. تحب انت يا شريف بيه؟ والله الوقت بتاعنا من 8 ل 8 و6. ها؟ 6؟ لا فندم 6 ده ما يكفيش. لا كفازه. احنا محتاجين وقت عشان تتعرف على جمالات هانم. يا ساعة البيت حفله عيد ميدان جمالات هانم وفي عشاء. اصحابي انا غلبان. انا صايم من يوم ما شفتك. اسمع قلت ايه يا شريف بيه؟ ايه المطلوز؟ المطلوب المطلوب البيه بس اللي سعادتك تشرفنا. انا ما عنديش مانع احضر الحفله بس ليا شرط صغير. امر سعادتك. كل تكاليف الحفله عندي انا. قوم يخرب بيت اهلك. فلوس اخويا فلوس اخويا. اسكت اغرس عبد المسعود. تحت امرك. ما احبش حد يصرف علي ابدا. لا 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 ما حبش حد يصرف عليا ولا مليم احمر. ايوه ليه انا ليه انا قول له هو. تعرف حتى لما بيعزموني على فرح قبل ما امشي بدفع المهر والمؤخر. ايوه ايه الفار اللي بقى ده؟ اصحى معايا يا شريف بيه. ايه الفار ده؟ غريبه هوات. ايوه جمالات هانم تزعل. ايوه كفايه اللي عملتوه حضراتكم امبارح في الحفله. فعلا جمالات هانم تزعل قوي لو ما اكلناش. اصحى للاكل. خلاص انا شخصيا هحضر الحفله. انا شخصيا انا هما احنا الاثنين هنحضر الحفلة ومش هندفع عشان تبقى عارف. في حفلة جاية لنا وعشوة جاية لنا. حرام عليك. بقول لك ايه؟ ايوه بيه. اصبز اصبز. انت لسه بتتكلم في الكوز دلوقتي. المليونات دايما نفسهم مسدودة. سديت نفسي من اول يوم. استحمل وانا هعزمك على كسكسي. يخرب عقلك هرتني كسكسي يا بهوات. ايوه فندم. حضراتكم تأمروا بحجز في سيال على العشاء؟ افندم بس بس ايه؟ استنى استناني انت استناني انت شويه. ايه يا فندم؟ تأمروا بحجز في سيال على العشاء؟ اه لحمه. في لحمه؟ نعم في لحمه. السبيسيال كله لحمه. اتكل على الله. اعمل ايه؟ في لحمه. ايوه في. اديني فين يا حقنه. غريب راجل غريب. ايه يا بيه في ايه؟ بلاش اللحمه دي. ليه يا بيه؟ دي لحمه قطط. شرفك. مش بيقول لك بسبيسيال؟
سيادتك جايب قطط؟ ما تقولوش ما تقولوش، الحمد لله اللي ربنا نور بصرتنا. ليه؟ وده ليه؟ ليه؟ عشان هنا ابيض وبتاع ربنا. هرتني بياض، هرتني. اسمع بقى. ايوه بيه. القطط بيقولوا عليها بسبسيال. ايوه بيه. انا هسأله عن نوع التاني. نوع ايه ده؟ في عندكم كلاكلاكلاب؟ كلاك ايه سعادتك؟ يبقى هي قطط. انت جايب قطط؟ مين يا فندم؟ احنا عايزين لحمه. هوبر هوبر. في سعاده البي الميني موجود فيه كل حاجه. الايه؟ الميني. لا ما كلش ميني، ما كلش ميني، ما كلش ميني. لا انا امي كان طبق ميني على المستشفى. لا لا ما كلش ميني. الميني لا، الغيه، الغي الميني، الغي. يا دي الفار اللي بوقك يا عمي، الفار في بوقك متعلق. هقفلك بمصياده من بكره. ايه رايك بقى؟ هجيب لك قطه سودا واقف. يا عم بيقول لي منين؟ مش اكل. امال ايه؟ مش اكل. امال ايه منين؟ الراجل بيسال سؤال، بيقول لك نجيب منين؟ منين؟ من اي واحد بتاع كرشه. اتفضل. بيهزر بيهزر. ما كويس. شوفوا حضراتكم، الليسته جايه موجود فيها كل انواع الاسكالوبات. الايه؟ الاسكالوبات. هيجيب لنا كلوبات. كلوبات ليه؟ النور بيقطع في المنطقه. لا 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 انا عايزها ضلمه. نعم تضلم اسحب اللحمه. انا عارف نفسي. شربات انت والله. ها؟ شربات موت. لا 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 الغي الشربات، ما شربوش. شربت شوب انا امي على المستشفى. لا 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 يا دي الفار اللي بوقك، شيل السيس اللي انت واكله ده. يا عمي اصحى نفسك، بيقول لك شربات. انا ما شربش شربات. مش شربات شرب. امال ايه؟ بيوزعوا شربات بدل الفوط. اسكت. احجز لي واحد ابيض على بني في خطين سود تحت الركبه، عندي وبقى بينفع له. اتفضل اتفضل اتفضل. عندنا سكالوب بني. ايوه سكالوب نتير. اقول لك ايه بقى، احسن نوع في الكلوبات البريموس ابو راتينا. ما بياخدش جاز. ايوه فتيله واديها كبريت. اسال مامتك، اسال مامتك، مالكش دعوه. عندنا فندم شاتو بريان. احترم نفسك. نعم احترم نفسك لهزاك. ايه رايك بقى؟ ده انت احترم نفسك وبقولها لك. بريالة ايه؟ بريالة اللي انت هتدخلها لنا. تقول ايه يا ابني؟ ايه بريالة اللي انت هتدخلها لنا دي؟ انت فاهم ايه؟ احترم نفسك واخر مرة تقول بريالة. يا دي الفار، يا دي اصحى معايا يا ابو فار، اصحى معايا، اصحى معايا. بيقول بريالة. يا دي النيلة بيقول بريالة. بيقول لك الاسعار. بريالة؟ بيقول لك الاسعار. بيقول لك اقل حاجة عندهم بريال. آه. بيقول اسعار الجاتو. ما قالش جاتو، ده قال شاتو. هو فلاح بيقول لك الشاتوه بريال. هات لنا ست حتت متحتته. حتته؟ ايوه ايوه. بيقول لك يعني. عندنا كمان يا فندم نجرسكو. احنا هنجرسكو؟ نجرسكو ليه؟ نجرسكو ليه؟ جرسكو. احنا داخلين على باب الله، هناكل ونخلع، نجرسكو ليه؟ قول لسعادتك نجرسكو. ليه؟ نجرسكو، احنا اولاد ناس، مالكوا في ايه؟ حد هزقك ولا لك مش امال ايه نجرسكو دي؟ يا شريف بيه نجرسكو، لحم فراخ ابيض سعادتك. ايوه الفراخ البيضاء يا عبد المقصود. اه فراخ؟ ايوه اوكي. بلاش اللحوم. ايوه. ايه راي حضراتكم في الاسماك؟ اسماكنا بره الحمد لله. مين دي يا فندم؟ انا مؤيد اسمي عبد المقصود عبد المواد جاد الحق. والبيه شريف كامل. اسماكنا بره. الراجل الممل اللي بره قال اسمك واعطيته اسماكنا الحمد لله. بقول لسعادتك الاسماك، الاسماك السمك. اه السمك الاحياء المائيه. ايوه الاحياء. اتفضل اتفضل. في جمبري مقلي. أيوة. في جمبري مشوي. في كابوريا مخليه. في سمك مقلي، سمك مشوي. في سمك بالمايونيز. يا قليل الادب. اسكت اسكت. اللي قلت ده اسكت يا فاجر اسكت. ماله المايونيز؟ بيعيدها تاني. اسكت يا جدع. ماله المايونيز يا شريف بيه؟ في عيال عيل عيل يا فاجر. والله هيموت. ايه رايك بقى؟ مات في كلمة من دي زمان. ايه رايك بقى؟ الله العظيم الله العظيم. عيل انت بتضحك ليه؟ اصل قال كلمة مش عارفها. قال ايه؟ بيقول سمك بالمايونيز. ايه المايونيز؟ يا دي الفار يا دي الفار. ايوه بيه. سمك صيفي. مايونيز يعني صيفي؟ سمك شابونيز. شابونيز. كل سمكة داخلة ومعاها القرموط بتاعها. في يا فندم كمان مكرونات. ايوه انا عايز مكرونه بالرز لو سمحت. ايه ده كشري؟ كشري ايه؟ المكرونايه ديها رز تبقى ديها. لا احنا عندنا مكرونه بالفرن. بيه؟ بالفرن بالفرن. ها
هاتها ام فرن دي. ليه؟ انا اخد المكرونه وانت تشتغل في الفرن. اعمل لي طاولتين في القعده دي. في كمان مكرونه رافيولي. رافيولي رافيولي هيوزعوا جزم، ما هو ده احسن محل. اتفضل اتفضل اتفضل. شريف بيه، في مكرونه بالصوص. ايه ده؟ ايه قله الادب اللي انت فيها دي؟ ايه قله الادب دي؟ ما احنا كويسين مع بعض. ايه المشكله؟ والله المكرونه لما هي فيها صوص جايبها لنا احنا ليه؟ قله الادب دي. بقول لسعادتك بالصوص. بقول لك ايه؟ أيوه. شوف بقه وهو بيتكلم بيقول ايه؟ يقول لك بالصوص. انت اردى بيه يعني خلاص يعني. قال يعني الواد جايبها باللوز. ما عندنا صوص. انت ما بتاكلش فول يالا؟ ماله الفول؟ ما بتاكلش طبق الفول الصبح؟ ماله الفول؟ تلاقي السوسه ماسكه الفولتين وبتلعب حديد على الصبح. وبعدين حاجه غريبه قوي يا اخي، ده من كتر الصوص دخلنا الدوره بتاعت صوص انجلوس. حاجه غريبه وحاجه دقيقه. وبعدين تجيب سيرة الفول هنا ليه؟ هو الفول ورايا ورايا؟ أنا من كتر أكل الفول سوست. أنا واقف قدامك مسوس بس ماسك نفسي. تأمره بإيه؟ وأنا أبلغ الشيف. أيوه الشيف ده. إيه ده؟ الشيف ده. إيه ده؟ جيب لي شيف. أنت أي حاجة. أنا عايز شيف، عايز شيف لحمة شيف حلو. أي حاجة تدورها في إيدك أنت؟ شيف حلو لحمة شيف. ماهوش لحمة. أمال إيه؟ ده صابون حلاق. ما شاء الله هناكل ونحلق. هي حفلة جربانين. تعالى خد استنى انت. اسمع بقى. ايوه بيه. دلوقتي احنا اتهزقنا على قد ايه؟ لا انت اللي اتهزقت. وانت؟ انا داخل مهزق جاهز ما اتهزقتش. اسمع الكلام. ايوه بيه. عايزين نخش عليه باسمين ثلاثة نعقد اهله. من اللي قالهم دول؟ ايوه بتوعك. لا 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 انا ثقافتي عدس. لا 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 اصبر بس. الكلام ده ما اعرفش اقوله. اصبر وتعلم مني. اتفضل يا بيه. شوف هخش عليه ازاي. خش دخلتك. ايوه اديله تقيلة. في عندكو بودينج؟ ايوه البودينج في الحلو. حلو ايه؟ بودينج. ايوه البودينج في الحلويات. بودينجان. في يا فندم موجود. قول لي يا اختي. اختي يا قسطى. قسطى ايه؟ الاقي عندكو كلاكه؟ كلاكه ايه ساعتها؟ كلاكه. ايوه كلاكه ايه؟ كلاكاس كل كاس. الاقي في يا فندم في الخضار. متشكر متشكر. حاسب حاسب يا اخي انا قصدها. مالكوا اتكلم اتفضل. اسف اسف. عربيات ناس وراك. صح كلام بساعتك. في عندكم مولو؟ ملوخيه موجوده سعادتك في الخضار. لا ملوحه. بص مالك مالك يا جمالات؟ على جنابك. مالك يا بيه؟ اخلص بقى. مالك؟ الله. مالك يا جمالات؟ حلو قوي. لو يا بوزك ليه يا بيه؟ تيجي تصيد ويصيدك. لو يا بوزك ليه يا بيه؟ بس بقى. هو بيأتي يا بيه؟ يا سلام. هو بيأتي يا بيه؟ مش عارف يا اخويا. اعملكم يا ستات. اعملكم اعملكم يا سلام. اعملكم يا ستات. ما انا عارفكم يا ستات. مالنا يا حبيبي؟ يا غلابه يا غلابه يا منكم قلابه. احنا مالك. ده انا راجلك يا بيت. امشي. ده انا راجلك يا بيت. الله. صحيح صدق المثل، الراجل لو فيضي حكه لم تتقضي. انا يا بيت. اتمنى يا بيت. اتمنى يا بيت. مالك مالك. هو انا متجوزه رداحه ولا ايه؟ هو العبد بيده حاجه يا بيت؟ يوه العبد بيده حاجه. يخرب بيتك. ربنا العاطي سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والأبهاب. مالك 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 على جنابك. ده انا جوزي. امشي. جوزي امشي. وابي ورايا ويبقى على رأي المثل وراها كل عظيم. ايه؟ ويبقى انت اللي وقفت ورا الراجل العظيم. اه ما انا بقف ورا الراجل العظيم بس في الاتوبيس. اتوبيس؟ انقي العظيم من دول واقف وراه ما ياخدش في ايدي غلوه. يعني ايه؟ نشاله. مين؟ انا. نشاله؟ ايوه. يعني ايه؟ خليتني احبك على انك مليونيره؟ انت كمان متجوزني طمعه.
حبيبي. واتضح انك غساله. ايوه. خساره خساره الزمن. يا سلام. اديني مناخيرك. اديني كورنيش شفاك يا حبيبي. الله، انت هنا من امتى يا عبد المنصور؟ نعم، من امتى؟ من ساعة المليونيرة حبيبتك مراتك جمالات هانم ما نشلتك. انا بهزر مع جوزي. اسكتي. والله ما انا سايبك. سيبيه. تعالي، رايحة فين؟ وعاملاني مليونيرة وهو عامل مليونير. بس اخرس، بلاش دوشة. انت بتقطمنا عشان ايه؟ احنا كنا بنرسم على حسبه. انتوا الاتنين اللي دخلتوا في السكة غلط. دخلنا في السكة غلط؟ ايوه. وده ليه؟ عشان هنا ابيض، مش كده؟ والله انا سايبك. والله انا يا دروة يا هلا. يا دروة يا هلا. اصبر يا هلا. نعم. ربنا بيختبرك. يعني ايه؟ انت طلع الشيطان من جواك. شيطان مين؟ انت الشيطان راكبك يا هلا. خلوص اخويا. خلوص اخوك حلال. نعم. وعرقه انا شايفه وخلوصه حلال. وهترجع الفلوس. وده ليه؟ ليه؟ عشان هنا ابيض وبتاع ربنا. يا ناس، يا ناس اللي في الاوتيل. تعالى هنا، تعالى. نعم. ايوه. ايوه. بتنده للناس اللي في الاوتيل اللي عايزهم يقولوا علينا ايه الناس دول؟ هيقولوا عليك ايه؟ ما هم عارفينك، بيشتغلوا معاكي. ده الراجل المدير لما بيشوفك بيترعش. طبعا، ما هو لازم يترعش، لان هو فاهم ان انا جمالات هاني بالحقيقه. هو فاهم؟ امال انت مين؟ لقمه. اسمي لقمه. يا نهار اسود. ايه؟ اسمك لقمه؟ اه. حته من الرغيف؟ ايوه. وتضحكي على الفرن القلي؟ خلاص يا عبد المنصور، خلاص نخش قافيه في العيش. اهدوا كده وطلعوا الشيطان من جواك. جاتك داهيه وانت مفقع. يعني جبت لنا الكلام يا معفن؟ انا معفن يا محمص. طيب تعال هنا. عايز ايه؟ لما المدير عارف جمالات الحقيقيه ما بلغش عنك البوليس ليه؟ ما يقدرش يبلغ. انا شبه الخالق الناطق. لما جه عباس قال لي. عباس مين؟ مالكش دعوه انت بالزيف. عباس مين؟ عباس اللي هو البرنس حاتم. اخوكي؟ ولا اخويا ولا زفت. ده ساكن جنبنا في الحاره وبيشتغل نصاب. شغل نصاب؟ وانت نشاله؟ ايوه. ما تقلع على وصلها على النهايه. خلاص يا هلا. ايه اللبس بقولك؟ يا تطلع الشيطان من جواك. يعني ايه؟ انت الشيطان راكبك. مش فاهم. اصبر، دي امتحانات من عند ربنا. فلوس اخويا جايه يا هلا. نعم جايه، وربنا مش هيضيم. وده ليه؟ ليه؟ ما انا قلت لك. اهلا يا استاذ طلال. اهلا وسهلا. حياك الله بالخير يا اخوان. اهلا وسهلا. حياك الله بالخير. اهلا. وين الاستاذ شريف؟ انا ما دامشي. ومين هدول؟ ده حسب منتج صغير عندنا. صغير ده ايه؟ انا اكبر منتج في البلد ومستعد ادفع لك اللي انت عايزه. ايه يا استاذ اللي تزق بتحتك دي؟ اكلف نفسي انا واجيب الراجل وانت تاخده جاهز كده؟ بس 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 انا مستعد ادفع لك 15,000 جنيه. لا تحاول توريني بالمال. يغريك ايه؟ انا مش متفق معاك. حديك 20,000. 25. طب 40. 45. 50. 55. يهمني الشغل مع الرجال. اوكي، 5,000 جنيه ربط كلام. يا سلام، لو اشتغلت معايا كنت اديتك اجرك كامل وجبت لك فرقه. ولو الفلوس جاهزه والفرقه جاهزه. اسرع ثانيه. اسرع. اسرع. راح يجيب فرقه ولا هيعمل ايه ده؟ خدنا 5,000. انا بقول كفايه كده. راح يجيب بقى الفلوس. طب ناوي تعمل ايه؟ اسمعي بقى، انا عاوز استخبى لحد يخش عليا وانا مش شكلي طلال يرقعوني علقه موت. وانت لوحدك اللي هتتضرب. اعملي معروف. بنوسس جمالات هانم. ايوه. الشنط وصلت يا فندم. شنط ايه دي؟ مش عارفه، في واحد سواق جابها هنا وانا حياتك قلت له جيبهم الاوتيل. ايش حكايتها الحقيبه؟ والله ما بعرف، يمكن حركه من عباس. ادخلها جوه يا فندم. لو سمحتي تعالي. روح فين؟ طب الجناح بتاع حسب ودم. اول ما يجي بقى. فين يا استاذ طلال؟ والله ببحث عنك. الفرقه وصلت. ايش؟ الفرقة وصلت. ليش؟ عشان تغني. ايش؟ الفرقة وصلت. فيش؟ عشان تغني. هيخرب بيتك اغني. هيجيب لك فرقة يا اخويا؟ انا عامل حسابي على كده. هتغني؟ انا بعرف اغني ولا اعمل. اغربي ده جاب فرقة بصحيح. ده انا فاكر هتعدى كده. اوعى الفرازة. اه. وقعنا. وقعنا. الاستاذ طلال هيغني. اه. مرشد وصل، روحنا في داهية. ربنا يستر. في حاجة يا مدام؟ لا، أنا ماليش دعوة. مالك كيف؟
الحرمة حين ما بغني بتبكي وتنوح. السلام وبسورة وبيغمى علي. ما تقلع أستاذ تغني. إيش؟ الفرقة وصلت. والله أحرجتوني. والله أحرجتوني وما بعرف إيش أغني. غني عن العشاق. والله حنتسجن يا سلامة. الأغنية بتاعتك بقى. ايش هي الأغنية الشهيرة المعروفة بتاعتك؟ ايش هي؟ مجادير. ايوه مجادير. حافظين اللحن؟ حافظينه. حافظينه على التصوير. يا راجل غني يا راجل، ما تحرق المفاجأة. معلش ما تحرقها. معلش. حافظين اللحن؟ حافظينه. سمعني دقاتك على التصوير. يا راجل غني يا راجل، ما تحرق المفاجأة. معلش. الله يحرق دم أهلك. نقول الكلمات حافظها. ايوه طيب. مقادير يا قلبي العنا مقادير، مقادير وإيش ذنبي أنا مقادير، مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مقادير. كلماتها حلوه قوي. ايوه لو انت حافظها صم اهو. ايوه طب مع التصوير بقى. على التصوير. يا راجل غني يا راجل، ما تحرق المفاجأة. معلش. حافظين اللحن؟ حافظينه. دوكو الفراولة بتاع الفراولة، الفراولة بتاع الفراولة. يا فراولة حيفوروكي وعلى بره حيفكروكي. ايه يا اخويا، ايه باو باو اللي استلطنت فيها دي؟ والله بنحيي البو تبعكم. البو تبعكم. انت عارف مين اللي بيغني الاغنيه دي؟ ايوه الاستاذ ابو علي. ابو علي اسمه متقال. متقال قدام مين؟ متقال قدام مين؟ ايه هو اسمه كده بلاش لمات. ايوه قولي الاغنيه بتاعتك. يا ايش هي؟ خرابي مجادير. حافظين اللحن؟ حافظين. لا يخرب بيت اهاليكو. حافظين؟ حافظين. دقوا. مقادير يا قلب العنا مقادير، مقادير وش ذنبي أنا مقادير، مقادير ضربي مقادير. المدير بيبص لي كتير،
ابعت الضابط مشاوير، قال لي نبيل يجيب لي عصير. حياك الله. الحفلة على الهواء، خش انت لا تاخذ برد. حياك الله. حفلة زين وليلة زين، حفلة زين وليلة زين. رح فين يا استاذ طلال؟ طلال بالثلاثة ما شغال. الصحافة الضابط كان جاي عشان يحقق في موضوع الراجل اللي هربان من الحساب. لما شاف الاستاذ طلال عشان يسمع. اصل انا معجب بيه جدا. اجيبوا لك الاسم؟ نعم. لا هو ما عندوش مانع تعزمه. يا خرابي عليكوا على اسمه. اهلا. ايه اللي جابك؟ اهلا. لا اقول في ايه متحب، مش انا اللي قتلت فيه. واحد اتنين تلاته شاويش. شاويش ايه خايب انت؟ هم قبضوا عليه. هم قبضوا على الراجل التاني. اسم ما هو التاني اسم عبد المقصود. لو دخل لها مراته هنا هنتفضح كلنا. طب يا رب ما بس خلاص الحمد لله. لقيتكم طولتين، عايز فلوس اخويا عشان امشي بقى. تعالى هنا يا نايل على عينك. الله، انت بتتكلمي ازاي وانت عامله كده؟ انت بتسامحني يا نايل على عينك؟ الله، دي الحمارة بتاعتي. ايه اللي جابها؟ في ايه؟ يا اخويا حلوه 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 اللي سايبها بقالك شهر من غير ولا مليم. ما انت تطفشي قبيله وانت سهله. وبعدين انا يومين واجي لك بورتاس صبغتي وتشربيه. ما شاء الله. لا تشربه انت لوحدك ومش هخليك على ظهر الدنيا. يلا عليت كل يوم. ايه يا ستي معقوله داخله طايحه في الراجل كده؟ نعم جوزي وانا حره فيه. اضربه وقتي ما انا عايزه. حلوه، هاخدك ورك اموت في ايدك. سيبها لي انا هربيها. تربي مين يا دلعادي؟ هربي دوافر. ايه اختي بس خرابي دي. هيرجعونا الليجرام تاني. ما توحد الله. وحد الله. نعم. حد انا قلت حاجة. والله العظيم انت ما انت داخل جنة. ليه؟ شليك في الشهر اربعة انت واخد تمانية. ما انا مش متجوزها كلها، متجوز دراعها اليمين بس اهي بتشاور لي مراتي. والباقي اصحابها؟ اصحاب انت هتدور علينا ولا ايه؟ امال ايه بس المدير قال ايه؟ قال المدير قال حاجه؟ ده كلام الراجل المدير مظبوط. قال ايه؟ استنى. لا إيه؟ لا لا, لا. انا عارف ده المدير. ترفض ايه؟ ما تقول لنفسك هتودينا في داهيه. تعالى يا عبد المقصود تعالى شوف ايه. رايح فين وسايبني يا اخويا؟ يسيبك ما يهمكيش، ربنا موجود ومش هيضيمك. وده ليه؟ ليه؟ عشان هنا ابيض. الحمد لله ورايا. انا اقدر اسيبك؟ يلا. انا اقدر اسيبك؟ انا اقدر اسيبك؟ تعال تعال. مراتك دي اتجوزتها ازاي؟ اتجوزتها تخليص دين. بجد؟ دي عملت عامله السنه دي في عيد الام. عملت ايه؟ كانت دراع امي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هحط لها خمسه في طشت ليمون، ايه رايك؟ ربنا يستر. خمسه في طشت ليمون. الو الو. ايوه 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 يا روما. ايوه يا روما. الدنيا ايطاليا. ايوه يا هابولي. هابولي ادوني نابولي. نابولي ادوني المصانع بتاعتي بتاعت المكرونه. ايوه ايوه. فين مسوس باكيتا؟ مش موجود. معقوز. ايه الزين دي؟ راح بيز. الزين وقع عندك. راح مشوز. الزين وقعت، خد بالك. زمانه جاز يا سيدي. الزين عايمه. لما يجي يكلمني. يكلمني يكلمني. ايوه ايوه. قول له انا عاوزه في موضوع. موضوع موضوع. يا سيدي موضوع مهز. يا ساعات البي الزين ضربه. ما اقدرش اهزك. يا سيدي بيزي وبيزو. الله عبقر يا بيه. طب شوفوا لي الانسه مقصوصه. مقصوصه مش موجوده. حاجه غريزه. الزين الزين اخصم منها ثلاث اياس. لا 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 انا حرفزها. ترفزها ايه الزن ده؟ انت نجز يا اخي.
البي وين؟ سلز علي. اهلا اهلا سلز. اهلا تعال تعال. فين؟ قرص. ايوه يا خطوط يا جويه. هات بيه هات. ايوه يا خطوط يا جويه. هات معايا هات التليفون. الخطوط الجويه. هات التليفون. ايوه يا خطوط يا جويه. هات التليفون. ايوه يا خطوط يا جويه. هات التليفون. عملتوا ايه في الطلبيه؟ هات شلهولك. ايوه خرجتوا الملوخيه. صدرتوا التقليه. مربوطين في بعض يا بيه. ماشي تعال نفك بعض. ماشي ولا بيادك يا سعد بيه. يا سعد بيه. ايوه يا متولي. متولي مين؟ اديني شفيقه لو سمحت. الله شفيقه ومتولي. مين اللي بيتكلم؟ حسن في النعيمه. ادينا ايوب وناسا وحياة والدك. ايوه شوف لي ايوب قول له مدام نعسه جنب مني عايز اتكلمه. يا شريف بيه. ايوه انا البرنس اللي بيكلمك. البيل انا البرنس. مين اللي عمل ديفنس؟ لا البيل اسمه البرنس. قول له اللي انت عايزه. انا بعزمك على حفله عيد ميلاد لوسي. ايه ده؟ حفله عشاء. ايوه حفله عيد ميدان. اصحى انت بقك احول. ايوه عيد ميلاد. ما يهمنيش حفله عيد ميدان وفي عشاء. اصحى وحياه امك اللقنيه. اصحى. في ايه؟ اصحى في عشاء هندفع. حصل طفح في الخرلمبو. خرلمبو ايه؟ خرلمبو ايه؟ يا ساتر. ايوه ساعة البيت. امتى الحفله دي بالظبط؟ يعني هنتعشى امتى ان شاء الله؟ زي ما تحبوا حضرتك. تعمل ساعتك. تحب انت يا شريف بيه؟ والله الوقت بتاعنا من 8 ل 8 وسكسه. ها؟ 6؟ لا فندم 6 دقايق ما يكفيش. لا كفازه. احنا محتاجين وقت عشان تتعرف على جمالات هانم. يا ساعة البيت. حفله عيد ميدان جمالات هانم. وفي عشاء. اصحابي انا غلبان. انا صايم من يوم ما شفتك. اسمع. قلت ايه يا شريف بيه؟ ايه المطلوز؟ المطلوب البيه بس. اللي سعادتك تشرفنا. انا ما عنديش مانع احضر الحفله بس ليا شرط صغير. امر سعادتك. كل تكاليف الحفله عندي انا. قوم يخرب بيت اهلك. فلوس اخويا. فلوس اخويا. اسكت. اغرس عبد المقصود. تحت امرك. ما احبش حد يصرف عليا ابدا. لا 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 حد يصرف عليا ولا مليم ما احمر. ايوه ليه انا قول له. هو تعرف حتى لما بيعزموني على فرح قبل ما امشي بدفع المهر والمؤخر. ايوه ايه الفار اللي بقى ده؟ اصحى معايا يا شريف بيه. ايه الفار ده؟ غريبة هوات. ايوه جمالات هانم تزعل. ايوه كفايه اللي عملتوه حضراتكم امبارح في الحفله. فعلا جمالات هانم تزعل قوي لو ما اكلناش. اصحى للاكل. خلاص انا شخصيا هحضر الحفله. انا شخصيا. انا هما احنا الاثنين هنحضر الحفله ومش هندفع عشان تبقى عارف. في حفله جايه لنا وعشوه جايه لنا. حرام عليك. بقول لك ايه؟ ايوه بيه. اصبز. انت لسه بتتكلم في الكوز دلوقتي. المليونيرات دايما نفسهم مسدوده. سديت نفسي من اول يوم. استحمل وانا هعزمك على كسكسي. يخرب عقلك. هرتني كسكسي يا بهوات. ايوه يا فندم. حضراتكم تأمروا بحاجة سبيسيال على العشاء؟ افندم بس ايه؟ استناني انت شوية. ايه يا فندم؟ تأمروا بحاجة سبيسيال على العشاء؟ لحمة. في لحمة؟ نعم في لحمة. السبيسيال كله لحمة. اتكل على الله. اعمل ايه؟ في لحمة. ايوه في. اديني. فين يا حقنة؟ غريب راجل غريب. ايه يا بيه؟ في ايه؟ بلاش اللحمة دي. ليه يا بيه؟ دي لحمة قطط. شرفك. مش بيقول لك بسبيسيال؟ سيادتك جايب قطط؟ ما تقولوش الحمد لله اللي ربنا نور بصرتنا. ليه؟ وده ليه؟ عشان هنا ابيض وبتاع ربنا. هرتني بياض. هرتني. اسمع بقى. ايوه بيه. القطط بيقولوا عليها بسبيسيال. ايوه بيه. انا هساله عن النوع التاني. نوع ايه ده؟ في عندكم كلاك لكلاب؟ كلاك ايه سعادتك؟ يبقى هي قطط. انت جايب قطط؟ مين يا فندم؟ احنا عايزين لحمه. هبر في سعاده البيه. الميني موجود فيه كل حاجه. الايه؟ الميني. لا ما كلش ميني. لا انا وامي كنا طبق ميني على المستشفى. لا ما كلش ميني. الميني لا. الغي الميني. الغي. يا دي الفار اللي بقك يا عم. الفار في بقك متعقد. هقفلك بمصياده من بكره. ايه رايك بقى؟ هجيب لك قطه سودا. واقف يا عم. بيقول لي منين؟ مش اكل. امال ايه؟ مش اكل. امال ايه منين؟ الراجل بيسال سؤال بيقول لك نجيب منين؟ منين؟ من اي واحد بتاع كرشه. اتفضل. بيهزر. ما كويس. شوفوا حضراتكم الليسته جايه موجود فيها كل انواع الاسكالوبات.
ليه؟ الاسكالوبات. هيجيب لنا كلوبات. كلوبات ليه؟ النور بيقطع في المنطقة. لا لا لا، أنا عايزها ضلمة. نعم؟ تضلم أسحب اللحمة، أنا عارف نفسي. شربات أنت والله. ها؟ شربات موت. لا 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 لا، إلغي الشربات، ما شربوش. شربت شوب أنا أمي على المستشفى. لا لا لا، يا دي الفار اللي بوقك. شيل السيسي اللي أنت واكله ده. يا عمي اسحب نفسك، بيقول لك شربات، أنا ما شربش شربات. مش شربات شرب. هما ليه؟ بيوزعوا شربات بدل الفوط، أسكت. احجز لي واحد ابيض على بني فيه خطين سود تحت الركبه، عندي وبقى بينفع له. اتفضل اتفضل اتفضل. عندنا سكالوب بني. ايوه سكالوب نتير. بقول لك ايه بقى، احسن نوع في الكلوبات البريموس، ابو راتينا. ما بياخدش جاز. ايوه فتيله واديها كبريت. اسال مامتك، اسال مامتك، مالكش دعوه. عندنا فندم شاتوبريان. احترم نفسك. نعم احترم نفسك لهزاك. ايه رايك بقى؟ ده انت احترم نفسك وبقولها لك. بريالة ايه؟ بريالة اللي انت هتاكلها لنا. تقول ايه يا ابني؟ ايه بريالة اللي انت هتاكلها لنا دي؟ طب انا ايه؟ احترم نفسك واخر مره تقول بريالة. يا دي الفار، يا دي اصحى معايا يا ابو فار، اصحى معايا، اصحى معايا. بيقول بريالة. يا دي النيله بيقول بريالة. بيقول لك الاسعار بريالة. بيقول لك الاسعار، بيقول لك اقل حاجه عندهم بريال. اه بيقول اسعار الجاتو. ما قالش جاتو، ده قال شاتو. هو فلاح بيقول لك الشاتو بريال. هات لنا ست حتت متحتته. حتته؟ ايوه ايوه. بيقول لك يعني. عندنا كمان يا فندم نجرسكو. احنا هنجرسكو؟ نجرسكو ليه؟ نجرسكو ليه؟ جرسكو. احنا داخلين على باب الله، هناكل ونخلع، نجرسكو ليه؟ قول لسعادتك نجرسكو. ليه؟ نجرسكو، احنا اولاد ناس، مالكوا في ايه؟ حد هزقك ولا لك مش هزقك؟ امال ايه نجرسكو دي؟ يا شريف بيه نجرسكو، لحم فراخ ابيض سعادتك. ايوه الفراخ البيضاء يا عبد المقصود. اه فراخ؟ ايوه اوكي. بلاش اللحوم. ايوه. ايه راي حضراتكم في الاسماك؟ اسماكنا بره الحمد لله. مين دي يا فندم؟ انا مؤيد اسمي عبد المقصود عبد المنور جاد الحق، والبيه شريف كامل. اسماكنا بره. الراجل الممل اللي بره قال اسمك واعطيته اسماكنا الحمد لله. بقول لسعادتك الاسماك، الاسماك، السمك. اه السمك، الاحياء المائيه. ايوه الاحياء. اتفضل اتفضل. في جمبري مقلي. أيوة. في جمبري مشوي، في كابوريا مخليه، في سمك مقلي، سمك مشوي، في سمك بالمايونيز. يا ريل ادب، اسكت اسكت. اللي قلت ده اسكت يا فاجر، اسكت. ماله المايونيز يا غلط بيعيدها تاني؟ اسكت يا جدع. ماله المايونيز يا شريف بيه؟ في عيال، عيل عيل يا فاجر والله. هيموت. ايه رايك بقى؟ مات في كلمه من دي زمان. ايه رايك بقى؟ الله العظيم، الله العظيم. عيل انت بتضحك ليه؟ اصل قال كلمه مش عارفها. قال ايه؟ بيقول سمك بالمايونيز. ايه المايونيز؟ يا دي الفار، يا دي الفار. ايوه بيه سمك صيفي. مايونيز يعني صيفي؟ سمك شابونيز. اه شابونيز، كل سمكه داخله ومعاها القرموط بتاعها. في يا فندم كمان مكرونات. ايوه انا عايز مكرونه بالرز لو سمحت. ايه ده؟ كشري؟ كشري ايه؟ المكرونايه ديها رز تبقى ديها. لا احنا عندنا مكرونه بالفرن. بيه؟ بالفرن. بالفرن؟ هاتها ام فرن دي. ليه؟ انا اخد المكرونه وانت تشتغل في الفرن. اعمل لي طاولتين في القعده دي. في كمان مكرونه رافيولي. رافيولي رافيولي، هيوزعوا جزم، ما هو ده احسن محل. اتفضل اتفضل اتفضل. شريط بيه، في مكرونه بالصوص. ايه ده؟ ايه قله الادب اللي انت فيها دي؟ ايه قله الادب دي؟ ما احنا كويسين مع بعض. ايه المشكله؟ والله المكرونه لما هي فيها صوص جايبها لنا احنا ليه؟ قله الادب دي. بقول لسعادتك بالصوص. بقول لك ايه؟ ايوه. شوف بقه وهو بيتكلم بيقول ايه؟ يقول لك بالصوص. انت اردى بيه يعني؟ خلاص يعني، قال يعني الواد جايبها باللوز. ما عندنا سوس. انت ما بتاكلش فول يالا؟ ماله الفول؟ ما بتاكلش طبق الفول الصبح؟ ماله الفول؟ تلاقي السوسه ماسكه الفولتين وبتلعب حديد على الصبح. وبعدين حاجه غريبه قوي يا اخي، ده من كتر السوس دخلنا الدوره بتاعت سوس انجلوس. حاجه غريبه، حاجه دقيقه فاهمها باي. وبعدين تجيب سيره الفول هنا ليه؟ هو الفول ورايا ورايا؟ انا من كتر اكل الفول سوست.
انا واقف قدامك مسوس بس ماسك نفسي. تأمره بايه؟ وانا بلغ الشيف. ايوه الشيف ده. ايه ده؟ الشيف ده ايه ده؟ جيب لي شيف. انت اي حاجه؟ عايز شيف. عايز شيف لحمه شيف حلو. اي حاجه تدورها في ايدك انت. شيف حلو لحمه شيف. ماش لحم. امال ايه؟ ده صابون حلاق. ما شاء الله هناكل ونحلق. هي حفله جربانين. تعال خد. استنى انت اسمع بقى. ايوه بيه. دلوقتي احنا اتهزقنا على قد ايه؟ لا انت اللي اتهزقت. وانت؟ انا داخل مهزق جاهز ما اتهزقتش. اسمع الكلام. ايوه بيه. عايزين نخش عليه باسمين ثلاثه نعقد اهله. من اللي قالهم دول؟ ايوه بتوع الاكل. لا 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 انا ثقافتي عدس. لا 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 اصبر بس. الكلام ده ما اعرفش اقوله. اصبر وتعلم مني. اتفضل يا بيه. شوف هخش عليه ازاي. خش دخلتك. ايوه اديله تقيله. في عندكو بودينج؟ ايوه البودينج في الحلو. حلو ايه؟ بودينج. يا البودينج في الحلويات. بودينجان. في يا فندم موجود. قول لي يا اختي. اختي انت يا قسطى. قسطى ايه؟ الاقي عندكو كلكا. كلكا ايه ساعتها؟ كلكا. ايوه كلكا ايه؟ كلاكاس. كل كاس الاقي في يا فندم في الخضار. متشكر متشكر. حاسب 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 يا اخي. انا قصدها مالكو. اتكلم اتفضل. اسف اسف. عربيات ناس وراك. تحت امر سعادتك. في عندكو مولو؟ ملوخيه موجوده سعادتك في الخضار. لا ملوحه. بص مال مالك يا جمالات؟ على جنابك. مالك يا بيه؟ اخرس بقى. مالك الله. مالك يا جمالات؟ حلو قوي. لو يا بوزك ليه يا بيه؟ تيجي تصيد ويصيدك. لو يا بوزك ليه يا بيه؟ بس بقى. هو بيأتي يا بيه؟ يا سلام. هو بيأتي يا بيه؟ مش عارف يا اخويا. اعملكوا يا ستات. اعملكوا اعملكوا يا سلام. اعملكوا يا ستات. ما انا عارفكوا يا ستات. مالنا يا حبيبي؟ يا غلابه يا غلابه يا منتوا قلابه. احنا اللي مالك. ده انا راجلك يا بيت. امشي. ده انا راجلك يا بيت. الله. صحيح سيدي المثل. الراجل لو فيضي حكه لم تتقيضي. انا يا بيت. اتمنى يا بيت. اتمنى يا بيت. مالك مالك. هو انا متجوزه رداحه ولا ايه؟ هو العبد بيده حاجه يا بيت؟ يوه العبد بيده حاجه. يخرب بيتك. ربنا العاطي سبحان العاطي الوهاب بعد الشبشب والأبهاب. مالك 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 مالك. ده انا جوزي. امشي. جوزي شي وابي ورايا ويبقى على رأي المثل. وراها كل عظيم. ايه؟ ويبقى انت اللي وقفت ورا الرجل العظيم. اه ما انا بقف ورا الرجل العظيم بس في الاوتوبيس. اوتوبيس؟ انقي العظيم من دول واقف وراه ما ياخدش في ايدي غلوه. يعني ايه؟ نشاله. مين؟ انا نشاله. ايوه. يعني ايه؟ خليتني احبك على انك مليونيره. انت كمان متجوزني طمع يا حبيبي. واتضح انك نشاله. ايوه. خساره خسارة الزمن. يا سلام. اديني مناخيرك. اديني كورنيش شفاك يا حبيبي. الله. انت هنا من امتى يا عبد المنصور؟ نعم من امتى؟ من ساعة المليونيرة حبيبتك مراتك جمالات هانم مناشلتك. انا بهزر مع جوزي. اسكتي. والله ما انا سايبك. سيبيه سيبيه سيبيه. تعالي رايحه فين؟ وعامله لي مليونيره وهو عامل مليونير. بس اخرس بلاش دوشه. انت بتقطمنا عشان ايه؟ احنا كنا بنرسم على حسبه. انتوا الاثنين اللي دخلتوا في السكه غلط. دخلنا في السكه غلط. ايوه. وده ليه؟ عشان هنا ابيض مش كده؟ والله والله ما انا يا دروه يا هلال. يا دروه يا هلال. بص اخويا اصبر يا هلال. نعم. ربنا بيختبرك. يعني ايه؟ انت طلع الشيطان من جواك. شيطان مين؟ انت الشيطان راكبك يا هلال. فلوس اخويا. فلوس اخوك حلال. نعم. وعرقه انا شايفه وفلوسه حلال. وهترجع الفلوس. وده ليه؟ ليه؟ عشان هنا ابيض وبتاع ربنا. يا ناس يا ناس اللي في الاوتيل. تعال هنا. تعال. نعم. تعال هنا. هو جاي.
ايه؟ ايوه بتنده للناس اللي في الاوتيل اللي عايزهم يقولوا علينا ايه الناس دول؟ هيقولوا عليك ايه؟ ما هم عارفينك بيشتغلوا معاكي، ده الراجل المدير لما بيشوفك بيترعش. طبعا ما هو لازم يترعش لان هو فاهم ان انا جمالات هاني بالحقيقه. هو فاهم؟ امال انت مين؟ لقمه. اسمي لقمه. يا نهار اسود. اسمك لقمه؟ اه. حته من رغيف؟ ايوه. وتضحكي على الفرن القلي؟ انت اخويا. خلاص. انت اخويا. خلاص يا عبد المنصور. خلاص. نخش قافيه في العيش. اهدوا كده وطلعوا الشيطان من جواك. جاتك داهيه وانت مفقع. يعني جبت لنا الكلام يا معفن. انا معفن يا محمص. طيب تعال هنا. عايز ايه؟ لما المدير عارف جمالات الحقيقيه ما بلغش عنك البوليس ليه؟ ما يقدرش يبلغ. انا شبه الخالق الناطق. لما جه عباس قال لي عباس مالكش دعوه انت بالزبط. عباس مين؟ عباس لو البرنس حاتم اخوكي. ولا اخويا ولا زفت. ده ساكن جنبنا في الحاره وبيشتغل نصاب. وانتي نشالة؟ أيوة. ما تقلع على وصلها على الناس. تقلع اللبس. خلاص يا هلا. تقلع اللبس بقول لك. يا تطلع الشيطان من جواك. يعني ايه؟ انت الشيطان راكبك. مش فاهم. اصبر دي امتحانات من عند ربنا. فلوس اخويا. جاية يا هلا. نعم. جاية وربنا مش هيضيم وده ليه؟ ليه؟ ما انا قلت لك. اهلا يا استاذ طلال. اهلا وسهلا. حياك الله بالخير يا اخوان. اهلا وسهلا. حياك الله بالخير. اه وين الاستاذ شريف؟ انا مدام شريف. ومين هدول؟ ده حسب ومنتج صغير عندنا. صغير ده ايه؟ انا اكبر منتج في البلد ومستعد ادفع لك اللي انت عايزه. ايه يا استاذ اللي تزوق بتاعتك دي؟ اكلف نفسي انا واجيب الراجل وانت تاخده جاهز كده؟ بس 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 انا مستعد ادفع لك 15,000 جنيه. لا تحاول تغريني بالمال. يغريك ايه؟ انا مش متفق معاك. حديك 20,000. 25. طب 40. 45. 55. يهمني الشغل مع الرجال. اوكي 5,000 جنيه ربط كلام. يا سلام لو اشتغلت معايا كنت اديتك اجرك كامل وجبت لك فرقه. ولو الفلوس جاهزه والفرقه جاهزه. اسرع. ثانيه واحده. اسرع. راح يجيب فرقه ولا هيعمل ايه ده؟ خدنا 5,000. انا بقول كفايه كده. راح يجيب بقى الفلوس. طب ناوي تعمل ايه؟ اسمعي بقى. انا عاوز استخبى لحد يخش عليا وانا مش شكلي طلال يرقعوني علقه موت. انت لوحدك اللي هتتضرب. اعملي معروف. بتوسس جمالات هاني. ايوه. الشنط وصلت يا فندم. شنط ايه دي؟ مش عارفه. في واحد سواق جابها هنا وانا حياتك قلت له جيبهم الاوتيل. ايش حكايتها الحقيبه؟ والله ما بعرف. يمكن حركه من عباس. ادخلها جوه يا فندم لو سمحتي. تعالي. روح فين؟ جابها في الجناح بتاع حسب ودم. اول ما يجي بقى تقول لي يا استاذ طلال. والله ببحث عنك. الفرقه واصل. ايش؟ الفرقة وصلت. ليش؟ عشان تغني. ايش؟ الفرقة وصلت. فيش؟ عشان تغني. هيخرب بيتك اغني. هيجيب لك فرقة يا اخويا. انا عامل حسابي على كده. هتغني؟ انا بعرف اغني ولا اعمل. خرب ايدك الفرقة بصحيح. ده انا فاكر هتعدي كده. اوعى الفرازة. اه وقعنا. وقعنا. الاستاذ طلال هيغني. اه مرشد وصل. روحنا في داهيه. ربنا يستر. في حاجه يا مدام؟ لا انا ماليش دعوه. مالك كيف؟ الحرمه حين ما بغني بتبكي وتنوح. سلام وبسوره وبيغمى عليا. ما يلا يا استاذ تغني. ايش؟ الفرقه وصلت. والله احرجتوني. والله احرجتوني وما بعرف ايش اغني. غني عن العشاق. والله هنتسجن يا سلامة. خلاص قولي اغنية بتاعتك بقى. ايش هي؟ الاغنية الشهيرة المعروفة بتاعتك. ايش هي؟ مجادير. ايوه مجادير. حافظين اللحن؟ حافظين. حافظينه؟ على التصوير. يا راجل غني يا راجل. ما تحرق المفاجأة. معلش. ما تحرقها. معلش. حافظين اللحن؟ حافظينه. سمعني دقاتك. عالتصوير. يا راجل غني يا راجل. ما تحرق المفاجأة. معلش. الله يحرق دم اهلك. نقول الكلمات. حافظها؟ ايوه. مجادير يا قلبي العنا مجادير. مجادير وايش ذنبي انا مجادير.
مجادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مجادير. كلماتها حلوة. أيوة. لو انت حافظها صمها. أيوة. طب مع التصوير بقى. على التصوير يا راجل غني يا راجل. ما تحرج المفاجئ. معلش. حافظين اللحن؟ حافظينه. دوكو الفراولة بتاع الفراولة الفراولة بتاع الفراولة يا فراولة حيفوروكي وعلى بره حيفكروكي يا فراولة. ايه يا اخويا ايه باو باو اللي السلطنت فيها دي؟ والله من حي الباو تبعكم. باو تبعكم. انت عارف مين اللي بيغني الاغنيه دي؟ ايوه الاستاذ اباو علي. اباو علي اسمه متقال قدام مين؟ متقال قدام مين؟ ايه هو اسمه كده بلاش لماط. ايوه قولي الاغنيه بتاعتك يلا. ايش هي؟ خرابي مجادير. حافظين اللحن؟ حافظين. ما يخرب بيت اهاليكو. حافظين؟ حافظين. دقوا. مجادير مجادير يا قلب العنا مجادير مجادير وش ذنبي أنا مجادير 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 المدير بيبص لي كتير ابعت الضابط مشاوير قال لي نبيل يجيب لي عصير حياك الله الحفلة على الهواء خش انت لا تاخد برد حياك الله حفلة زين وليلة زين حفلة زين وليلة زين رح فين يا استاذ الله طلال بالثلاثة ما شغال الصحافة الضابط كان جاي عشان يحقق في موضوع الراجل الأربعة من الحساب. آه. لما شاف الأستاذ طلال وقف عشان يسمع. أصل أنا معجب بيه جدا. أجيبوا لك الاسم؟ نعم. لا هو ما عندوش مانع تعزمه يا خرابي عليك وعلى اسمه. أهلاً. إيه اللي جابك؟ أهلاً. تفضل تعال إيه رأيكم في إيه؟ في إيه يا حسام؟ في إيه صحيح؟ لا كان في ايه والله العظيم لا اقول في ايه متخاف مش انا اللي قتلت في ايه
اتنين تلاتة شاويش. شاويش ايه خايب انت؟ هم قبضوا عليه؟ هم قبضوا على الراجل التاني اسمه. ما هو التاني اسمه عبد المقصود. لو دخل لامراته هنا هنتفضح كلنا. طب يا ربي ما بس خلاص الحمد لله لقيتكم تلتين. عايز فلوس اخويا عشان امشي بقى. تعالى هنا يا نايل على عينك. الله انت بتتكلمي ازاي وانت عامله كده؟ انت بتسمعني يا نايل على عينك؟ الله دي الحمارة بتاعتي. ايه اللي جابها في ايه؟ اه يا اخويا حلوة. حلوة حلوة اللي سايبها بقالك شهر من غير ولا مليم. ما انت تطفشي قبيلة وانت سهلة. وبعدين انا يومين واجيلك بورتاس صبغتي وتشربيه ما شاء الله. لا تشربه انت لوحدك ومش هخليك على ظهر الدنيا. يلا عليت كل يوم. ايه يا ستي معقولة داخلة طايحة في الراجل كده؟ نعم جوزي وانا حرة فيه. اضربه وقتي ما انا عايزة. حلوة هاخدك ورك اموت في ايدك. سيبها لي انا حربيها. تربي مين يا دلع عادي؟ هرب دوافر. ايه انت بس خرابيتي. هيرجعونا الاجرام تاني. ما توحد الله. وحد الله. نعم. حد الله. انا قلت حاجة. الله العظيم انت ما انت داخل جنة. ليه؟ شليك في الشارع اربعة انت واخد تمانية. ما انا مش متجوزها كلها. متجوز دراعها اليمين بس. اهي بتشاور لي مراتي. والباقي اصحابها؟ اصحاب انت هتنقع علينا ولا ايه؟ امال ايه بس المدير قال ايه؟ مال؟ المدير قال حاجة؟ ده كلام الراجل المدير مظبوط. قال ايه استنى؟ لا إيه؟ لا لا, إيه؟ لا. انا عارف ده المدير. ارفض ايه؟ ما تقول لنفسك هتودينا في داهية. تعال يا عبد المنصور تعال شوف ايه؟ رايح فين وسايبني يا اخويا؟ يسيبك ما يهمكيش ربنا موجود ومش هيضيمك. وده ليه؟ ليه؟ عشان هنا ابيض. الحمد لله ورايا. انا اقدر اسيبك؟ يلا. وانا اقدر اسيبك؟ انا اقدر اسيبك؟ تعال تعال. مراتك دي اتجوزتها ازاي؟ اتجوزتها تخليص دين. بجد؟ دي عملت عاملة السنة دي في عيد الام. عملت ايه؟ كانت دراع امي. بقولك ايه؟ ايه؟ انا احط لها خمسة فطشت ليمون. ايه رأيك؟ ربنا يستر. خمسة فطشت ليمون.